رسالة أخيرة يختم بها أستاذنا الدكتور محمد مختار جمعة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في دقيقتين على الأكثر إن شاء الله، لقد شاركت بفضل الله في مئات المحاضرات والندوات، لكن في هذه المحاضرة أجد فيضا نفسيا خاصا، أقول كان بودي أن يتسع الحديث والمجال في هذه الجلسة الطيبة المباركة لإخواننا من قيادات الوعظ ورجاله وإخواننا أئمة وعلماء الجامع الأزهر وإخواننا من دعاة الأوقاف الذين هم يجمعنا وإياهم روابط متعددة، فنحن جميعا أبناء الأزهر الشريف ونحن أصحاب رسالة نسأل الله أن يبلغها بصدق على ألسنتنا جميعا وأن يجمع بين قلوبنا فيها. نقول الدور في انتظاركم، وإن فاتت هذه الندوة فعشرات ومئات، ونحن نؤمل أن نقيم في رمضان إن شاء الله مئات الندوات بإذن الله، ونقول لكم الأمة كلها في انتظاركم، وبخاصة كما قال أخي دكتور عباس ودكتور أسامة، الوطن في انتظار رسالتكم السمحة. أما أبناؤنا وإخواننا في طلب العلم الحاضرون لهذه الندوة، فنقول لهم أولا العالم كله في انتظاركم، وهو أمانة في أعناقكم. بلغوا بهذه الروح السمحة، كونوا رحمة للعالمين، اجتهدوا في طلب العلم. يقول الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ. فعليكم بأساتذة وعلماء هذا الجامع وأساتذة الأزهر، وسنجتهد في توفير المناخ العلمي ليعود الأزهر كما كان قلعة داخل مصر وخارجها إن شاء الله. وما أختم به من باب حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وفي الحديث القدسي: عبدي لم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت لك النعمة على يدي. وما كان لهذا السيل المتدفق من القوافل والندوات أن ينطلق بهذه الجدية إلا بما عهدناه من متابعة شخصية وتيسير دائم ومتابعة دؤوب من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نسأل الله أن يوفقه وأن يسدد خطاه. وأترك يعني حقيقة مشاركة هي رمزية، لكن لنؤكد أننا جميعا في قلب رجل واحد، أخونا فضيلة الشيخ صلاح نصار يعني يختم لنا ولو بدعاء يسير إكراما لنا، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا وأمركم رشدا. وقبيل رمضان، قبيل رمضان سنعلن لكم في جدول موضح بإذن الله بالتنسيق بين فضيلة الشيخ مدعم معز القاهرة وفضيلة الشيخ وكيل وزارة الأوقاف، ومن خلال تنسيق بين المكتب الفني لفضيلة الإمام ومعالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، سنعلن لكم خارطة واضحة للدروس الرمضانية والتعليم العام
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وفضيلة الشيخ صلاح يتكرم يعني بالدعاء الطيب إن شاء الله. ولا سيد خلاص يا مولانا ولو يعني تبركا يعني إن شاء الله ولو دعاء يا ساكن. بسم الله. الدعوات المباركات من اللسان الطيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بأنوار سنته إلى يوم الدين. أما بعد، مع وجود هذه النخبة من علمائنا الأفاضل من أساتذتنا الأجلاء الذين ارتشفنا جميعا من فيض هذا المعين الطيب الطاهر المبارك في الجامع الأزهر الشريف، نقول بعد الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل مصر آمنة مطمئنة، واجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.